دلوقتي احنا عايزين نكلم الامهات. انا ابني في سن بيبني جسمه فيه. الامهات مركزين في كام حاجه، هم دول لو ابني اكلهم هو كده يبقى بيتغذى كويس، يبقى لازم ياكل بيض، يشرب لبن، ياكل لحمه وفراخ. ده اهتمام الامهات. يعني لو الولد مثلا في طبق سلطه جنب الاكل وفي رز وخضار يقول له ايه، ويقول لها ماما خلاص انا شبعت، تقول له طب سيب دول وخلاص. بالظبط. بصي بقى هقول لك على حاجه، رساله الامهات يطلعوا الاولاد عندهم نضاره كده. بصي هقول لك على حاجه، اولا ده انت بتتكلمي في الامهات اللي مركزه، انا بشوف امهات جانك فود عندها اساسي للأسف. شيبسي عندها، المهم انه بياكل يا دكتوره للاسف، يعني المهم انه اصلا ما برضاش ياكل من غير لما يكون بياكل اي حاجه ثانيه، بيتزا مش عارفه ايه. ما عنديش اي مشكله، بس الخضار لو ما دخلش في اكله بشكل او باخر انت كده بتضيعي يعني اهم فتره من حياته. اولا انت مش مفيد ان انت تديله كربوهيدرات بشكل مباشر، اللي هي مكرونه ورز والكلام ده. الخضار فيه كربوهيدرات عشان الناس برضو اللي مش فاهمه الموضوع ده. قد ما تقدري تحاولي تدخلي الخضار في الوصفات اللي بتعمليها، يعني ما بياكلش كوسه، ما بيحبش الكوسه، ابشريها واعمليها يعني زي المافن كده، دخليها ايفن في كاروت كيك، حطي ابشري كوسايه مش هتبان، دخليها يعني دخلوا الخضار في وسط الاكل. الخضار مهم جدا. اللبن واللبن مهم جدا، السلطه طبعا، بس خلينا واقعيين، الاطفال ما بيحبوش صحيح. السلطه نعم، مش كلهم، لو ما تعودوش من هم صغيرين ما بيحبوش، بقى بيحب ايه منها واعملها له ستكس صوابع كده، جزر، خيار، طماطم، بقى شيري توميتوز، اي حاجه بيحبها تركز فيها. لكن طبعا مهم جدا البروتين، يعني مهم جدا، بس البروتين نباتي برضه، يعني مهم جدا انه ياكل مشروم، مهم ياكل البروتينات النباتيه، الفول كمان، الفول كل البقوليات، الفاصوليا، كل الحاجات دي مهمه. مهم انه كمان يبقى فيه تنوع اصلا. يعني انا بقيت بعمل كده بصراحه، انا بدخل السوبر ماركت بقعد اقول طب انا هجيب دي حاجه ملهاش اي قيمه، يعني انا اكل على الاقل، طب ما هاكل كده كده، ما انا اكل حاجه ليها قيمه غذائيه، حاجه هتفيدني، يعني حاجه في الاخر هتضيف لجسمي حاجه، لكن في حاجات ملهاش اي قيمه. طب دكتور، الامهات اللي بيعملوا حلول زي ما بيقولوا الترناتيفز، اللي هم الحلول البديله، لا اصل ابني ما بياكلش كويس، بس انا هديله فيتامين. بصي احنا بس بنعتمد، او هديله بقى فاتح شهيه، او اديله فتح شهيه مثلا، دي بس حاجات برضه ناس كتير بتجي لي هم بس ايه يا دكتور، لا انت بس اهم حاجه تديله فتح شهيه، بغض النظر عن هو الموضوع اصلا بيكون هو موضوع افورت، على فكره انت محتاجه تعملي افورت مجهود مع الطفل عشان تقنعيه بانه ده الاكل اللي هيفيدك، وانا عايزاك تاكل ده ما تاكلش ده. فالموضوع مش موضوع ادويه او موضوع فيتامينز، حتى لو اخذ فيتامينز المهم برضو لجسمه هو الاكل، ويبقى متعود، لان انت بتبني من دلوقتي على فكره. لانه انا بيجي لي اطفال العياده عندهم 17 سنه، انت لو شفت الولد و15 سنه هتقول ان هو عنده 25 سنه من كتر ما جسمه مش صحي تماما، هيوج يعني جسمه كبير تخين كبير. عايزه اقول لك وتتفاجئي بقى ان هو بيتمرن وان هو رياضي. بس عشان كده انت كويس انك سالتني عن الرياضه، لان هو 30% رياضه و70% اكل. اهم حاجه عشان ما فيش نظام غذائي صحيح سليم. بشكرك شكرا جزيلا. يا رب ننفذ نصايحك كده وكلامك. خد بالك من اي طاقه ايجابيه وعاملين اضاءه في وطلع حلو. اهم حاجه في الدنيا ما حدش يحط كراميل على البطاطا ابدا، يعني الموضوع مش مسؤول، انا ماليش دعوه. انا يعني حاجه تخيلتها اكيد جميله جدا، بس ما حدش يحط على البطاطا، كفايه البطاطا لوحدها مسكره زي ما بيقولوا، لا تلاقي اي حاجه.